السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم على قناة خادمة الإسلام. وقد وصلنا بحول الله وقوته لآخر سلسلة الدروس الشافيات، وهو مخرج الشفتان. ومعنا الأخ عمر. حياك الله أخ عمر، حياكم الله ويبارك فيك وجزاك الله خيرا. الله يرضى عنك. وإن شاء الله نبدأ بتفصيل حروف الشفتين. طيب، للشفتين مخرجان. مخرج للفاء وهو بالأطراف الثنائية العليا مع بطن الشفة، ومخرج للواو والباء والميم وهو إيه؟ الشفتان. طيب، دلوقتي هبتدي نفصل الأركان الأربعة لهذه الأحرف. فنبدأ بالركن الأول وهو الخامة الصوتية للحروف كلها هي الجهر باستثناء الفاء، فهو حرف مهموس. نقول أف فافو في، أف حرف مهموس، لكن الواو أو و و وي نقول أب ب بو بي أم ما مو مي. فالميم والواو والباء حروف مجهورة، لكن الفاء حرف مهموس، خامته الصوتية الهمس. طيب، الركن الثاني وهو كيفية الاعتراض. فكيفية الاعتراض في كل هذه الأحرف اعتراض ناقص، حروف رخوة، باستثناء الباء حرف شديد والميم حرف بيني، حرف بيني. طيب، بالنسبة للحجم فالحروف كلها مرققة، فالحروف كلها مرققة. طب والمخرج؟ نمسكهم حرف حرف بقى. الفاء من بطن الشفة مع أطراف الثنائية العليا، نقول أف فا فو في، ما يجيش حد يقول أف فا فو في، هوا بس، ده خطأ، ده حرف في لغة تانية، في لغة الصين واليابان عندهم هذا الحرف، لكن احنا أف فا فو في، نقول كافارو، كفى مش كفى، فا فا، نقول فو بالذات مع الفاء المضمومة، فو فو مش فو فو، نقول فو مش فو. ده بالنسبة للفاء. طيب، ايه الأخطاء اللي ممكن تحصل؟ ايه اللي ممكن تسمعه في الفاء يا شيخ عمر؟ الخطأ، صحيح، ان هو يخرج الفاء منين او يخلي اسنانه فين؟ عند ظهر الشفتين. كما تعلمون الشفة السفلى لها أقسام، هذه ظهر الشفة وهذه بطن الشفة، ومنطقة التلامس عندما مثلا تسكت هكذا تجد منطقتين سين، هذه منطقة الوسط، يعني عندنا ظهر ووسط وبطن الشفة. فنقول أف، الشيخ عمر بيقول لنا في حد بيعملها كده، أف بيودي أسنانه فين؟ عند ظهر الشفتين، وده خطأ، فيطلع منه شديدة أف فا 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 فو في شديدة، لكن هي أف فا فو في. طيب، إيه الخطأ التاني ممكن يحصل؟ خطأ الجهر، هي الفاء مهموسة، نسمع اللي يقولها إن الذين كفروا كفا كفروا كفا، مش كفا، يقول كفروا، يقلبها حرف، تنقلب إلى حرف ذي، صحيح، في اللغة الإنجليزية، صحيح، خارج من اللغة العربية الإنجليزية. يقول برضو ولا يؤوده حفظهما، ولا حف، صحيح، حف حف، هي مفروض حف، لكن هو بيقولها حف، قلب الفاء إلى إلى في. هذا عندما ينتقل من الرخاوة إلى لا، إذا انتقل من الهمس، من الهمس إلى الجه، صحيح، ممتاز، في نطق الحرف، لأنه حرف مهموس، تمام، وليس مجهور. ده بالنسبة للفاء أف فو في. طب بالنسبة للمخرج الثاني، وإن عندنا فيه الباء والواو والميم. طيب، نبدأ بحرف نبدأ بالواو، والواو تخرج باستدارة الشفتين، نقول أو واوي أو واوي، تخرج كيف الواو؟ باستدارة الشفتين، نجد هذه الجدران، هذه الجدران تقترب، أو فتخش حرف الواو،
أو، ولكن يجب أن يكون الضم كامل. نقول أو 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 لك عمو عمو مو. هذا ليس فيه استدارة للشفتين. آه عايزين مو مو أو أو واوي أو واوي حرف سهل ما نقولش أو وا نخلوه شديد أو وا هو حرف مجهور رخو مرقب أو وا نقولش أو وا أو نخلوه شديد يقول لك أو صدقة أو صدقة لا هذا خطأ نقول إيه أو صدقة أو 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 الصوت إيه يجري نسمع في قراءة خلف عن حمزة بعضهم يقرؤون هكذا يقولون مثلا ومن ورائهم ومن يجعلون الواو شديدة هو طبعا خلف عن حمزة يقرأ بإيه بإدغام بدون غنة إدغام الواو إدغام النون في الواو بدون غنة يقول من ورائهم أو من ولي يقولها إيه مولي موا موا اسمعوا صوت ايه يجري موا ما قلتش موا مو جعلتها شديده مو ورا لا موا موا واضح يبقى من اكثر الاخطاء التي تقع في الواو ان نحولها الى حرف شديد او ندفعها نقول قوه بهذه القوه قوه وهذا خطا يوجد نبرة ولكن دونها بدون هذا الدفع القوي دون التكلف قوة 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 أوى أوى مش أوى هذا خطأ ده بالنسبة للواو طيب بالنسبة للميم احنا عرفنا ان الفاء خلاص من المخرج الأول من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا لكن من الشفتين نفسهما باستدارة الشفتين الواو ولكن الباء والميم بإطباق الإيه الشفتان على بعضهما لماذا جعل الإقلاف في الباء والميم هل لقرب مخرجهما ام لماذا الشيخ هو بيتكلم عن حكم الإقلاف وهو عباره عن ان تاتي النون ساكنه بعدها حرف الباء فتتحول النون الى ميم فيقول لماذا حولنا النون الى ميم اشمعنى الميم ليه ما جبناش حرف ثاني لام او تاء سؤال ممتاز جدا السبب ان احنا جبنا حرف يشبه النون من جهه ويشبه الباء من ايه من جهه فالميم تشبه النون من حيث الايه الغنه تقول ام ان الاثنين فيهم ايه غنه لكن الميم تشبه الباء منين بقى زي ما انت قلت من نفس المخرج فالميم تشبه الباء في المخرج وتشبه النون في الايه في الغنة سؤال طيب فقلنا ان الميم بتخرج باطباق الشفتين ام عند منطقة الوسط ام دون ضغط مش ام او ام او ام لا ده غلط دون جز ام مجرد تلامس ام والميم طبعا جزءان جزء خيشومي يسمى بالجزء المكمل وجزء شفوي يسمى بالجزء الايه المكمل هذا الجزء شديد وهذا الجزء رخو عندما قلنا ام وقطع صوتها كذا ها هنا رجع الصوت وخرج من الخيشوم على هيئه غنه وطبعا احنا عارفين ان الغنه او هذه الجيوب الانفيه عندنا 8 جيوب انفيه 8 فيش صوت هنا وصوت هنا وصوت هنا في كذا ما في اكثر من مكان في سبحان الخالق ده بما يخص الميم مجرد تلامس بسيط بين ايه الشفتين والباء هكذا ولكن بايه بعدم الغنة وباطباق ايه اقوى باطباق ايه اقوى طب ايه المسموع الاطباق الاقوى ان الصوت انحبس هو ليه الاطباق بتاع الميم ضعيف علشان الصوت جري من مكان اخر خارج من مكان اخر لكن في الباء انت عايز تخرج لسه اب اب فانت حابس الصوت هنا تمام وده هيؤدي الخطأ هنقوله دلوقتي حالا بس بعد ما نتأكد ونعرف ان احنا فهمنا خلاص الباء باطباق الشفتين اب ولكنها ادخل الى الادخل الى بطن الشفة اب مش هنقول اب لا هنقول ايه اب ادخل اب لكن الميم الى الخارج ام الباء اب الى الادخل فنقول اب با بو بي اب
ايه الخطأ بقى اللي بيحصل في الباء اللي هو الزنة؟ يقول لك ايه؟ رب رب انطقك يا عمر، رب. رب الزنة دي، الزنة دي عبارة أعتقد أن في هذه الزنة تحريك للأنف أو خروج من بعضهم يجعلها الخنصير. غنة، أب بعضهم يجعل وبعضهم لا، هي خالص مقفولة، أب وتحدث أيضا. طب إيه اللي بيحصل؟ ده بيحدث بسبب عدم إحكام المخرج، عدم إحكام الشفتين، بيبقى تبقى الشفة مشدودة من هنا ومن هنا، أب. لو سبت انت هذه المنطقة ايه مرخية كده مرتخية، يبتدي صوت الهواء ايه او الصوت يمليها، أب أب، فيطلع صوت الزنة دي اللي هي بتحدث في الايه في الضاد، وهي خطأ ايضا في الضاد، وتحدث ايضا في الدال المشددة والجيم المشددة، وده برضو ايه خطأ. فنقول أب بابوبي، أب ينقطع الصوت كالطاء، أط وكالقاف، أق وكال حروف الشدة ايه كلها. فنقول أب بابوبي، ربل ربل، ما نقولش ايه ربل، ما نهمسهاش بيل، بابوبي، هذا ايضا ايه خطأ وارد، فما نهمسش الباء ولا نجعل بها ايه زنة. طب والميم ما نقلقلهاش، ما نقولش اما ولا نزود الغنة في الساكن. خد لكم من معلومة، بعضهم يقول ان حرف الميم ما فيهاش غنة في حالة السكون او في التحريك، لا فيها غنة، ولكن غنة مركبة في جسمها. فعندما تقول أب، لو ما قلت لو ما لو أنت ما قلتش الغنة مش هيطلع ميم، فلا يتخيل ميم أو نون بدون بدون إيه؟ غنة. بدون غنة، مستحيل. لو قلت أب، سامعين؟ لا، لأن الغنة من خامة الصوت أو من خامة الحرف. الغنة تنشأ بالصوت المجهور، بالخامة الصوتية المجهورة، ما تحصلش أبدا بالهمس، بالجهر فقط. فنقول لا يعني الغنة هنا تعتبر، هل هي خامة الصوت أم الغنة مخرج مخرج الصوت؟ وصفة، مخرج وصفة. مخرج من حيث أنها جزء مكون أو جزء مكون للميم والنون، أو مركب في الميم والنون، جزء آخر مخرج آخر تمام معهم. وصفة من حيث طول وقصر هذه إيه الغنة. نجد مثلا الغنة في الميم مشددة أم طويلة، لكن في الساكنة أم. فالطول والقصر ده هو ده الصفة، هنا الغنة صفة ليه؟ من حيث طول وقصر هذه الغنة. أما المخرج من حيث إن هي جزء مكمل للميم والنون إيه في المخرج. واضح؟ هكذا نكون انتهينا باختصار من مخرج الشفتين. ونشكر الشيخ حمد، جزاك الله خيرا، وأسئلتك طيبة جدا، جزاك الله خيرا وبارك فيك. وإن شاء الله نحاول في المرة القادمة يكون معنا برضه الشيخ حمد، ونفصل في إيه في كل اللي قلناه ده وشرحناه على كذا حلقة باختصار جدا وبالبلد إن شاء الله. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، قد استفدنا كثيرا. الله يرضى عنك، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.